اذكر تسمية شعبية لأولى الموبايلات التي دخلت العراق. أنت عرفتي. خلي الموبايلات اللي دخلت العراق، أول موبايل دخل، ثاني، ثالث، كل موبايل العراقيين طلعوا له تسمية، أكيد تذكروها وأكيد تسمعون بيها. الموبايل اللي كذا سموه كذا، الموبايل كذا كذا. فأنت شو تقولين حنان؟ أكو الموبايل الطابوقة اللي هو أول ما نزل. شو اسمه؟ الطابوقة. الطابوقة. طبعاً طبعاً هذا الطابوقة أقوى وأجمل، يعني موبايل مو أجمل بالشكل، جميل لأنه غريب، كان لونه أزرق ونوكيا، وإحنا شفناه بالأفلام الأمريكية قبل ما نعرف الموبايل، ولحد الآن أكو بعض الأفلام الأمريكية لما تطلع نشوف هذا الموبايل نوكيا، صح، بس خلينا نشوف هذا موجود، ما هذا الاحتمال؟ طابوقة، الطابوقة، الطابوقة أول احتمال وأعلى احتمال، وهو أول موبايل فعلاً دخل إلى المنطقة العربية. إذن حنان ارجع لمكانك حتى نسألك، والسند راح نجيكم بعدين لربما. خلينا نشوف الجواب، راح يكون عد ابراهيم. ابراهيم الدمعه. شنو؟ دمعه. دمعه. أي. موبايل الدمعه. خلينا نشوف دمعه موجود. دمعه، نعم.